آخر أخبار الترند، والبداية هتكون من خلال ترند الأهلي، والبداية معايا من حساب كورة بلس. نقل تصريحات لدينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر، واللي أعلن بقاء مارسيل كولر مع الأهلي حتى 2026. جدد كولر عقده مع الأهلي موسمين بخلاف الموسم المقبل، ليستمر مع النادي حتى 2026. طيب نروح لحساب يلا كورة، وده الخبر اللي سألت فيه زميلنا فاروق صلاح من شوية. بيقولوا بسبب الإصابات إلغاء مباراة الأهلي الودية الأولى بمعسكره في النمسا. زميلنا فاروق صلاح يمكن نفى هذا الكلام وقال لا، هو مارسيل كولر شايف إن المباراة كانت هتبقى ضعيفة جدا، وأنا المعلومات اللي عندي حتى إن كولر بيفضل إنه لو عمل مباراة ودية بكرة أو بعده يعمل تقسيمة ما بين فريقين داخل الفريق. الأهلي مسافر ب 33 لاعب، فيقدر يعمل ثلاث فرق مش فرقتين بس. فكولر بيفكر إن لو مفيش مباراة ودية خلال الساعات اللي جاية هيعمل تقسيمه ما بين الفريقين بدل من المباراه اللي كانت هتتلعب مع احد فرق الدرجه الثالثه. لكن الموضوع ملوش علاقه بالاصابات، مفيش اصابات اساسا يعني، الحمد لله اللعيبه كلها سليمه، يمكن مفيش غير عمرو السوليه والاصابه كمان ما طلعتش مزق زي ما تردد، ولكن الموضوع طلع اجهاد خفيف في العضله الخلفيه. طيب كوره بلس وجزئيه الوديات، كولر يبحث مع خالد بيبو اختيار وديات الاهلي في معسكر النمسا. هناك اكثر من عرض لمواجهه الاهلي وديا من فرق نمساويه، وبطل الدوري السلوفيني يمكن ده الأقرب اللي هيواجه الأهلي بخمسة تسعة، ولكن كولر بيبحث من بينهم دلوقتي عشان يختار الأفضل لتجهيز اللاعبين بشكل جيد. ويمكن المكان ده تحديدا كولر عنده خبرات كبيرة، لأن كولر كان بيقود منتخب النمسا وعارف المقاطعة وعارف الملاعب وعارف الفرق وعارف كل شيء في هذا المكان، فأكيد هيختار خلال الساعات الجاية باقي التفاصيل قبل نهاية المعسكر يوم 6/9. حساب في الجول بيقولوا مصدر من الأهلي: نحذر من الآن من أزمة قادمة في بداية دوري السوبر الإفريقي، مستعدون لطرق لاعبين الأربعة في مباراة إثيوبيا الرسمية وعودتهم للأهلي بعدها، ويتم استبعادهم من مواجهة تونس. طيب مبدئيا كده قبل ما استعرض في الجول كتب إيه؟ أنا امبارح من نفس المكان هنا حذرت وقلت تنبيه هام، ويمكن حتى الفيديو موجود على حسابات الأهلي على السوشيال ميديا. قلت يا جماعة أجندة شهر أكتوبر فيها أزمة قد تكون مكررة ومتكررة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة. قالوا لي إزاي؟ قلت لهم افتتاح السوبر ليج هيبقى يوم 20/10، وأنا قلت الكلام ده امبارح لأن احنا كنا عارفين القرعة يوم 2/9 وقلنا الكلام ده في اليومين اللي فاتوا، بس احنا كنا بنكمل على اللي قلناه. وقبل المنتخب ما يعلن وقبل النادي الأهلي حتى النهاردة ما يتكلم على أجندة أكتوبر، قلنا خدوا بالكم أجندة شهر 10 نهايتها يوم 17/10، والقرعة يوم السبت قد تسفر عن مواجهة الأهلي مع سيمبا، فتبقى مباراة الافتتاح للبطولة في تنزانيا يوم 20/10، فهيبقى ميعاد المباراة دي بعد نهاية الأجندة 48 ساعة. ومباراة في السوبر ليج ما فيهاش هزار، أنا داخل بطولة ألعب فيها 6 لقاءات ب 6 مليون دولار في 3 أسابيع، في 3 أسابيع ممكن أكسب ربع مليار جنيه، فأكيد لازم أكون جاهز. فالمنتخب من بدري، أجندة أكتوبر مباريات ودية ما فيهاش مباريات رسمية، والتصنيف مش هيأثر لأن القرعة هتتعمل يوم 12 أكتوبر قبل بداية الأجندة. فلو هتلعب مباريات ودية بلاش المباراة التانية تبقى في آخر يوم وبالليل، لا يعني حاول تبكر شوية أو تخلي ميعاد المباراة بدري شوية 16/15، لأن 17 دي الأهلي أكيد هيكون لو وقع مع سيمبا لازم يكون موجود في تنزانيا. فالكلام ده مظبوط بنسبة 100% وإحنا امبارح حذرنا منه. الوطن سبورت: الأهلي يضع كولر أمام ثلاث طرق لحل أزمة المهاجم الجديد. إن شاء الله نتمنى خلال الأيام القادمة أو الساعات القادمة قبل غلق باب القيد يقدر كولر يحدد الشكل النهائي للقائمة الإفريقية، لأن بكرة آخر ميعاد لتسجيل القائمة اللي هتلعب مباراة سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا. لسه القيد مستمر في شهر 9، ولكن اللي هيلعب مباراة سان جورج لازم يتسجل بكرة، آخر ميعاد بكرة. لكن لو في 9 أيدت أي لاعب تقدر تستفيد منه في دوري المجموعات إن شاء الله في حال التأهل. كورة بلس، مصدر لكورة بلس: الأهلي يسعى لضم جين إبوكا لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد. طبعا الكلام ده غير صحيح مع كامل احترامي للمصدر اللي اتكلم في كورة بلس، وأنا كلام التأكيد اللي عندي إنه وكل الناس بتأكد الكلام ده كمان، إدارة الأهلي لم تتواصل مع أي مسؤول في سيراميكا للتعاقد مع جون إيبوكا.
طيب حساب اليوم السابع، كولر يمنح صلاح محسن روشتة قيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل. كولر أشاد جدا بدور صلاح محسن مع الأهلي في الفترة الحالية. اللاعب ملتزم، إيجابي للغاية في فترة المعسكر وبداية الموسم. كولر شايفه هيبقى إضافة قوية للأهلي الفترة الجاية، عشان كده وجهة نظر كولر إن كان صلاح محسن يرجع عشان يكون موجود مع الفريق خلال الموسم الجديد. طب اليوم السابع، الأهلي يؤكد جاهزية ياسر إبراهيم لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري. ياسر إبراهيم جاهز، رامي ربيعة، محمود متولي، طاهر محمد طاهر كمان إن شاء الله جاهز. يمكن اللاعب الوحيد اللي ممكن يكون بعيد شوية عمرو السولية، وده هنتأكد منه خلال الفترة اللي جاية. كمان جزئية تانية متعلقة بإمام عاشور، كان مع كريم فؤاد، كان مع أكرم توفيق في زيارة للخبير النمساوي، وإن شاء الله إمام عاشور يكون جاهز للفترة اللي جاية. آخر حاجة معاه في ترند الأهلي، تعرف على ميزانية الأهلي لضم مهاجم أجنبي. مصدر بيقول إن الأهلي رصد حوالي 1,500,000 دولار للمهاجم الجديد، مع رصد مبلغ 1,200,000 دولار قيمة الراتب للمهاجم الجديد. الناس كلها بتتوقع، ولكن محدش عنده معلومة مؤكدة. طيب حساب في الجول بيقولوا إن كاف اعتمد ملاعب مصر وغينيا بيساو فقط من المجموعة الأولى لإقامة تصفيات كأس العالم، يعني بوركينا فاسو، سيراليون، جيبوتي، إثيوبيا، منتخبات دي مش هتلعب على ملاعبها لما تواجه مصر. هل بقى ممكن يلعبوا في المغرب؟ كلام مش جديد على فكرة، يعني حتى المنتخبات دي في تصفيات كأس الأمم المؤهلة للكوت ديفوار ما لعبوش على ملاعبهم، فالكلام مش جديد. وامبارح الكاف أصدر قائمة ملاعب بطولتين، تصفيات كأس العالم والدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. حساب في الجول اتكلم على ملاعب مصر اللي تم اعتمادها سواء في تصفيات كأس العالم أو حتى في الأدوار التمهيدية لمسابقتي دور الأبطال والكونفدرالية. وزي ما قلت لحضراتكم، 6 ملاعب: استاد القاهرة، الدفاع الجوي، استاد السلام، استاد برج العرب، استاد السويس، ده استاد المحافظة في السويس، واستاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. طيب حساب اليوم السابع، ميكالي بيضع الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر شهر 9، نفس التوقيت مع الأجندة منتخب مصر. المعسكر هيتلعب في الفترة من 4 إلى 12/9، وميكالي بيشوف الرتوش الأخيرة لضم اللاعبين في ظل أنه بالتأكيد هيعمل معسكرات أثناء الأجندة الدولية خلال الفترة اللي جاية. طب نروح للترند العالمي ومحمد صلاح. حساب ميلي سبورت بيتكلم على موضوع محمد صلاح وهل ممكن يغادر ليفربول خلال الساعات اللي جاية. الكلام هنا ان محمد صلاح لن يستمر مع ليفربول حتى نهاية الاسبوع المقبل. ده حساب ديلي ميل بيتكلم فيه على امكانية مغادرة صلاح، وده على فكرة تصريح قاله احد الصحفيين على عهدته، بيقول ان صلاح هيغادر الاسبوع المقبل. وكان في كلام على فكرة بعد ماتش نيوكاسل، اصل دي اخر مباراة لصلاح مع ليفربول امام نيوكاسل. عموما هنشوف اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. يلا كورة، نقل تصريح رودي جاليتي صحفي في سكاي سبورتس، واللي اتكلم وقال وفد من اتحاد جدة غادر إلى ليفربول من أجل صفقة صلاح، الهدف إقناع ليفربول ويرجن كلوب بإتمام الصفقة، ومن المتوقع زيادة العرض المالي الذي تم إرساله كمحاولة لإقناع ليفربول بالبيع. موقف صعب، وميعاد غلق القيد في السعودية 7/9 والأيام بتجري، وأنا أعتقد الموقف بيزداد صعوبة. وصلاح وجهة نظره واضحة من خلال الرسائل الغير مباشرة اللي وجهها من خلال حسابه على الانستجرام. طب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، تشكيل الأهلي في مباراة اتحاد العاصمة، توقعاتكم من بدري كده قبل المباراة بحوالي 17 يوم، ممكن كولر يلعب بمين؟ نشوف. عمرو صلاح بيقول أتمنى تشكيل الأهلي كالآتي: الشناوي، هاني، منعم، ياسر، معلول، ديانج، مروان، الشحات، كهربا، رضا، سليم، صلاح، محسن. وإن شاء الله الأهلي يفوز 3-0. تحياتي ليك يا أستاذ محمد والفريق العمل، والبطولة أهلاوية بإذن الله. شكرا ليك يا أستاذ عمرو. أستاذ محمد عبد الرازي بيقول مساء الخير يا أستاذ محمد، توقع لتشكيل الأهلي مباراة السوبر: شناوي، هاني، منعم، ياسر، معلول، ديانج، مروان، أفشة، ما بين قوسين إمام عاشور، رضا، سليم، الشحات، كهربا. تحياتي، إن شاء الله هنكسب وهناخد البطولة. تاني رأي عنده توقع إن رضا سليم هيكون موجود. أستاذ ياسر بيقول الشناوي، هاني، ياسر، منعم، معلول، مروان، ديانج، أفشة، تاو، كهربا، الشحات. أستاذ ياسر يعني بيقول لك إيه، خلينا في اللي نعرفه دلوقتي لغاية لما نشوف الشكل الجديد. أستاذ جمال بيقول التشكيل: الشناوي، معلول، ياسر، منعم، هاني،
ديانج، مروان، إمام، عاشور، حسين الشحات، كهربا، تاو. إن شاء الله الأهلي يفوز 2-0. بعض الناس بتتوقع إن يكون إمام عاشور موجود. أستاذة ملك بتقول مساء الخير، الشناوي، معلول، منعم، ياسر، هاني، مروان، ديانج، إمام، الشحات، تاو، كهربا. ده تالت رأي في تواجد إمام عاشور. آخر رأي معايا هبة، أتوقع التشكيل كالآتي: الشناوي، معلول، ياسر، منعم، هاني، ديانج، مروان، أفشة، الشحات، تاو، كهربا. اللي نعرفه لغاية دلوقتي أفضل لغاية لما نشوف الموسم الجديد. دي توقعات هبة. أتمنى فوز الأهلي وتحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا لك يا أستاذة هبة. دي توقعات يعني عينة كده من بعض جماهير الأهلي اللي حبت تشارك معنا في الإجابة على السؤال. ولسه طبعا بدري على مباراة اتحاد العاصمة الجزائري. إن شاء الله من هنا للأسبوع اللي جاي هنحاول نعرف ميعاد طرح التذاكر، ميعاد المباراة بشكل رسمي، وكل التفاصيل المتعلقة بالأهلي خلال الفترة اللي جاية لحين تحديد المشوار المحلي والخريطة المحلية لغاية لما الرابطة واتحاد الكرة يفكروا في الموسم الجديد. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، ويوم السبت المقبل بإذن الله حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.